عليك. مساك الله خير. عليكم السلام. هلا وسهلا. مساك الله خير. مساك الله بالخير. 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 الله يسلمك. مساك الله بالخير. المنسوب لكلية الاقتصاد والإدارة. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك. الله يسلمك. مساك الله بالخير. السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل فخر واعتزاز ترحب كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وهو يضيء سماء هذا الحفل بأنواره، كما ترحب بكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوف لقاء الخريجين والخريجات الذي يقام بالتوازي مع احتفال الكلية بحصولها على شهادة الاعتماد الأكاديمي لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال AMBA. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. في قلب جدة النابض انطلقت كلية الاقتصاد والإدارة منذ أكثر من 40 عاماً لتكون أساس جامعة المؤسس وتقود بكادرها التعليمي مسيرة البناء الاقتصادي والمعرفي لعجلة المجتمع السعودي في نهضته العمرانية والاقتصادية. تبنت الكلية بثوبها الجديد مفهوم الجودة والاعتماد الأكاديمي كوسيلة للتطوير في مختلف جوانبها ومناهجها العلمية لتتوافق مع معايير الجودة العالمية في 11 قسماً علمياً متخصصاً بمختلف الدرجات العلمية، تقدم خدماتها التعليمية والمعرفية لما يزيد عن 22,000 طالب وطالبة في مختلف الأقسام على يد كادر تعليمي يعد الأفضل في مجاله والأروع في نطاقه.
هذا الكادر الذي يقدم بكل الحب الغالي والنفيس ويعمل بكل اقتدار من أجل مسيرة النماء في الكلية من خلال الدعم المتواصل من القيادات العليا في الجامعة. قدمت الكلية خلال سنوات مسيرتها السابقة مجموعة من المراكز البحثية والخدمية والتدريبية والإصدارات المقروءة والأنشطة الطلابية المختلفة التي أشرف عليها 12 عميداً منذ تأسيس الكلية، يسلم الراية لعميدها الثالث عشر الأستاذ دكتور حسام ابن عبد المحسن العنقري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب السمو الملكي أمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، أصحاب المعالي والسعادة، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا للوفاء بوعد نبيل، ما دام للشجر أغصان جذورها في طيب الأساس. عدنا لإحياء عهد رشيد يوقد عزائمنا بمحبة منبعها عشق الأساس. عدنا لتوثيق رباط خالد يطوق تحليقنا المتناثرة ويعيدنا لدار أساس. عدنا لتأصيل منهج فريد سيكون للأجيال به نبراس وللوفاء فيه مرجع أساس. عدنا لبناء جسر شامخ بات يغري سواعدنا لمقارعة شديد الأساس. عدنا والعود أحمد لجامعتنا وهي تحتفل بأبناء وبنات كليتها الأساس. أيها الإخوة، أيها الإخوة والأخوات، خريجي وخريجات كلية الاقتصاد والإدارة، كليتكم تنتظركم اليوم بشوق وشغف لتحلقوا بها وتبحروا كما حلقت بكم وأبحرت، وتقدموا لها وتبذلوا كما قدمت لكم وبذلت. هي اليوم تبتسم لتبهجكم وتفرد ذراعيها لتحتضنكم وتنشد بأحلى الألحان لتطربكم بأنشودة عنوانها أنتم قلب الأساس. صاحب السمو، هذا هو المشهد الأخير لعام التميز في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس، عام امتطى في بداياته قائد جامعتنا العظيمة معالي الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب صهوة جواده الأصيل، مصطحبا معه جنوده البواسلة من أبناء كليتنا الشامخة ليصولوا ويجولوا في حقول التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ويأتي هذا الحدث الذي يحظى بشرف رعايتكم الكريمة ليكون التتويج الحق لكل ما تحقق من نجاحات وإنجازات. يأتي في مقدمتها الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرامج الدراسات العليا في تخصصات إدارة الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفرزت الكلية خلال سنواتها أجيالاً من القادة في مختلف مجالات الأعمال التجارية والاقتصادية والإدارية والمحاسبية والسياسية والقانونية للمختلف مناطق المملكة في مختلف الدرجات العلمية، والذين شغلوا مجموعة من المناصب القيادية في المملكة وكان لهم تأثير كبير في سوق المال والأعمال السعودي، وبرزت مجموعة منهم مثلت الوطن في مختلف المحافل الدولية. كلمة الخريجين والخريجات تلقيها الأستاذة نشوى طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود، معالي الدكتور أسامة بن صادق الطيب، سعادة الأستاذ الدكتور حسام العنقري، سعادة أعضاء وعضوات هيئة التدريس،
أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، الطلبة والطالبات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سعادة الدكتور حسام العنقري على دعوتي اليوم لأكون المتحدث في ملتقى الخريجين، فإنني أهنئ نفسي خريجة كلية الاقتصاد والإدارة قسم المحاسبة جامعة الملك عبد العزيز، وأهنئ نفسي وأهنئ كلية الاقتصاد والإدارة على حصولهم على الاعتماد الأكاديمي أنبا، فبالجهد والمثابرة بالفعل تتحقق الآمال. كما أشكر سعادتكم على ترشيحي للانضمام في المجلس الاستشاري للكلية. إن هذا اليوم يوم عظيم، وهو اليوم الذي يتشوق إليه كل طالب وطالبة منذ نعومة أظفارهم. هذا اليوم الجميل الذي تبدأ فيه أحلامهم، هذا اليوم المبارك الذي ينتظره كل أب وكل أم لإتمام فرحتهم بالنجاح بتوفيق من الله عز وجل. في هذه اللحظات ينتاب الإنسان أحاسيس ومشاعر متعددة، شعور بالشكر والعرفان، شعور بالفرحة والحزن، شعور بالتفاؤل والحماس. فالشكر لله تعالى بأن جل جلاله أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، نعمة تلقي العلم، نعمة العقل، نعمة الذاكرة، نعمة الإحساس وغيرها كثير. أما الشعور بالعرفان فهو لأهلنا وأحبائنا الذين طالما ساندونا في مسيرتنا بالتشجيع والنصح والدعم حتى نستمر في تخطي العقبات ومواجهة الصعوبات بالحكمة والعقلانية. والعرفان أيضاً لهيئة التدريس على مجهوداتهم الجبارة لتشجيعهم على البحث العلمي وتقديم المعلومات بالأساليب الحديثة والتوجيه الصادق، فإن فرحتهم بتخرجكم اليوم لا تقل عن فرحتكم، وهذا لتفانيهم في إنجاز المهمة الملقاة على عاتقهم بكل احتراف وإخلاص. جزاكم الله ألف خير. أما الفرحة فهي فرحة الإنجاز، فرحة الانتهاء من مرحلة دراسية هامة، فرحة الانتهاء من ضغوط الكتب والمراجع، فرحة الانتهاء من الاختبارات وتوابعها وتتويجها بفرحة النجاح. هنيئاً لكم على مجهوداتكم العظيمة. نأتي للإحساس بالحزن، هو الحزن لترك هذا الصرح العظيم الذي شهد تاريخ سنوات الدراسة بكل تفاصيلها، هذا الصرح الذي شهد مراحل مهمة ومختلفة يمر بها الإنسان مع الأصدقاء، من الأحلام والطموح، التساؤل والاستفسار، الضحك والخوف، والسعادة والاكتئاب. فكل مبنى وكل قاعة وكل ممر فيه ذكريات لكم ولأصدقائكم، وسوف تظل محفورة في ذاكرتكم لأنها من أحلى الأيام وأسعد الأوقات في حياة كل منكم. فالصديق هو الشريك في حفظ الأسرار، هو الشريك في رسم الأحلام، هو الشريك في تخفيف الأعباء. الصديق هو رفيق الدرب الذي يبقى في قلوبنا وأرواحنا طوال العمر. فبالتفاؤل تصبح الحياة مشرقة، وبالعزيمة والإصرار نتخطى الصعاب وتتحقق الآمال. قد لا تكون الحياة وردية كما نتوقع، ولكن الإنسان الإيجابي يجذب التعاملات الإيجابية، وقد تكون السماء مليئة بالنجوم، ولكن اللامع منها هو المتميز. فبالحماس والعزيمة واغتنام الفرصة يمكن تهيئة الجو المناسب للعمل الجاد والانطلاق إلى المستقبل. ومن هذا المنبر أناشد المجتمع وأصحاب الأعمال باستقبال هؤلاء الشباب والشابات بنفس الحماس وبنفس الإقبال والتفاؤل، فإنه بالتقدير المعنوي والمادي وإعطائهم التدريب والتأهيل اللازم والموازنة في تقدير الأعمال وتقييم الجهود ومنح الثقة الكافية والصبر والتوجيه، تتفاعل أفكار الشباب المبدعة مع التطورات والتقدم العلمي والتقني الذي تشهده البلاد، لتكون هذه الطاقات هي المحرك الرئيس للنجاحات والمشاركة الفعالة في تنمية الوطن. فلقد حرصت توجهات الدولة على وضع السياسات والأهداف الاستراتيجية التي بلورتها خطة التنمية التاسعة، ومن أهمها زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في جميع القطاعات التنموية،
وتنويع القاعدة الاقتصادية لتحسين الإنتاجية الاقتصاد السعودي وتعزيز قدراته التنافسية وتهيئته للتعامل بمرونة وانسيابية وكفاءة أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على جميع الأصعدة. كما اهتمت الخطة بشؤون المرأة وتطوير قدراتها وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في الأنشطة التنموية كمواطن مشارك بجانب أخيها الرجل، وحولت الخطة هذه الأهداف والسياسات إلى آليات تنفيذية لإحداث نقلة نوعية كوحدة تنموية تتكامل جميع عناصرها من أجل ضمان تحقيق توجهات القيادة الرشيدة. فإن دخول المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية والتعامل مع التقلبات الاقتصادية والسياسية الحالية في المنطقة يمثل تحديات جديدة يتطلب من كل الأفراد والجهات والمؤسسات والمناطق التعاون والتنسيق لإنجاح هذه السياسة التي رسمتها الدولة بكل حرص لمستقبل مزدهر لجيل جديد مليء بالحماس والطموح، والذي يمثل حوالي 60% تقريباً من المجتمع السعودي. فبالتوكل على الله أولاً وآخراً ومساندة مليكنا ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله في كل قراراته وأوامره التي هي الأساس في دعم وتطور هذه البلاد، تتضافر الجهود وتكتمل الوحدة الوطنية. يحفظه الله إنه دوماً يعطي بلا حدود ويشجع بلا قيود. لنضع أيدينا في أيدي بعض ولنعطي من قلوبنا حباً لهذا الوطن ولنعمل بكل أمانة وصدق وولاء، فنحن من هذه الأرض المباركة ونحن لها، وبذلك تعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. يحتاج وطننا المملكة العربية السعودية لنا ولكم شباب هذا الوطن، أمل هذه الأمة، أنتم بإذن الله قادة المستقبل. بالتكاتف والتفاهم والعلم والثقافة ترقى الأمة وتسود الحضارة. قال الشاعر أبو الطيب المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ولكن أيضا قال الشاعر أحمد شوقي: ما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. شكرا وألف مبروك لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمر من المغفور له جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، تأسست جامعة الملك عبد العزيز في عام 1387 للهجرة كجامعة أهلية في عروس البحر الأحمر، ولتحمل شعلة البناء الأكاديمي لمجتمع متعطش للعلم والنماء. وفي العام 1394 تحولت لجامعة حكومية سعت بكل جد واقتدار للحصول على التميز في كل ما تقدمه، حتى أصبحت من أبرز جامعات المملكة بعدد طلاب يفوق 100,000، وتفردت عن بقية جامعات المملكة بعدد من الكليات والتخصصات النادرة مثل علوم البحار والأرصاد وعلوم الأرض والهندسة النووية والطيران والتعدين والهندسة الطبية، وأصبحت جامعة رائدة في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما ينسجم مع مضمون رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية. واليوم تسعى الجامعة لحصول كل ما تقدمه من برامج في مختلف كلياتها على الاعتمادات الأكاديمية الدولية، بعد أن تميزت في هذا المجال بحصول عدد كبير من كلياتها وبرامجها على الاعتمادات الأكاديمية الدولية بقيادة قبطان السفينة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول هذه الأمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات، الزملاء والزميلات، الخريجون والخريجات، الأفاضل والفضيلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلية رائدة تحمل في جنوباتها وأروقتها عبق تاريخ هذه الجامعة الأبية، كيف لا، وهي الكلية الأساس
هي الكلية الكبرى لشقيقاتها من رحم هذه الأمة الولود جامعة المؤسس جامعة الملك عبد العزيز. لقد عودنا إخوتنا في كلية الاقتصاد والإدارة على أن تكون رائدة في كل مسار وسباقة في كل مضمار، فنعم الدار ونعم أهل الدار. وها هي تؤكد نهجها الريادي فتقدم هديتين متميزتين للجامعة خاصة وللوطن عامة، ألا وهما رابطة خريجي وخريجات الكلية وشهادة الاعتماد الأكاديمية العالمية لبرامج ماجستير إدارة الأعمال. إن العمل الأكاديمي الاحترافي يستلزم الوفاء بتجويد الأداء في كل ما يقدم للطالب وللمجتمع، ففي هذا ضمان لمستوى متميز علمياً وفكرياً وثقافياً، وهي أمانة تعهدنا بها والتزمنا بأدائها على أكمل وجه إرضاءً لله عز وجل ووفاءً للثقة التي وضعها في أعناقنا ولاة الأمر حفظهم الله. يا صاحب السمو، تزدان القاعة بل الجامعة بأسرها بسموكم الكريم وبرفقائكم الكرام وضيوفنا الأفاضل من خلال هذه المشاركة الكريمة للجامعة عامة ولكلية الاقتصاد والإدارة بصفة خاصة، ففي ذلك حفز وتشجيع للكليات الأخرى لحذو حذوها وارتياد الآفاق العلمية الرحبة للوصول إلى العالمية بإذن الله. فلسموكم الكريم أجل الشكر على هذه الرعاية وهذه المشاركة التي هي قلادة شرف تزين علق الكلية والجامعة. الإخوة الخريجين والخريجات، نبارك لكم مشاركتكم هذه في كليتكم في أساس جامعة المؤسس. هذه الكلية التي عملت على جمع شتات خريجي وخريجات هذه الكلية العظيمة من خلال هذه الرابطة التي لا أشك أنها ستكون عاملا من عوامل نهضة الكلية، فإن كليتكم وجامعتكم بحاجة إليكم، إلى فكركم، إلى اقتراحاتكم، إلى مساهماتكم في تطويرها والارتقاء بها إلى مدارج عليا من التقدم والرقي ولمزيد من التطوير المهني والعملي. كلية الاقتصاد والإدارة جديرة بهذا الإنجاز، فليكن هذا الإنجاز العالمي وسيلة وليس غاية، وسيلة إلى المزيد من البرامج المعتمدة أكاديمياً وصولاً إلى التيجان الثلاثة المعروفة في تخصصات الاقتصاد والإدارة. وهذا يصب في مسيرة الجامعة نحو تأكيد الاهتمام بالاعتماد المؤسساتي كوسيلة وليس غاية للتأكد من علو كعب التعليم والبحث وخدمة المجتمع في هذه الجامعة. التهنئة الخاصة والخالصة لعميد الكلية وجميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس فيها، وشكر خاص لما بذلوه من جهود كبيرة في تطوير الكلية وفي وضعها على طريق الاعتماد الأكاديمي الدولي، والشكر والتقدير لكل طلابها وطالباتها وخريجيها وخريجاتها على مشاركتهم. الشكر والتقدير لكل من أسهم في هذه الخطوة الرائدة نحو الاعتماد الأكاديمي ولكل من ساهم في إعداد هذا الحفل المتميز. صاحب السمو، أصالة عن نفسي ونيابة عن كل العزيزين والعزيزيات، أشكركم على مشاركتكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار سعي الكلية للتطوير، قامت بالاتصال بهيئات عالمية تعتني بالجودة الأكاديمية. كانت أولى هذه الجهات هي الهيئة الدولية لتطوير كليات الأعمال AACSB، وهي هيئة دولية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أسست عام 1916 وتعتني بتطوير التعليم الإداري لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا. ولا تزال الكلية تسعى جاهدة في تحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي من هذه الهيئة، وقد تكللت هذه الجهود مؤخرا بفضل الله
بموافقة الهيئة على خطة الاعتماد الأكاديمي والتقارير المقدمة من الكلية، وهي خطوة هامة قبل الحصول على الاعتماد الأكاديمي الأولي. وكالة الجهة الثانية هي هيئة برامج ماجستير إدارة الأعمال AMBA، وقد حصلت الكلية على الاعتماد من هذه الهيئة في أغسطس عام 2010. أما الجهة الثالثة التي تعمل الكلية حالياً لتجهيز التقدم لها هي الهيئة الأوروبية للتطوير الإداري للحصول على اعتماد إيكيوس، وهذا الاعتماد الأكاديمي ما هو إلا ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلتها كلية الاقتصاد والإدارة خلال السنوات الماضية، فهو عبارة عن توثيق للجودة الأكاديمية المتبعة في استقطاب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهاراتهم التعليمية وقدراتهم البحثية ومساعدتهم في خدمة المجتمع وتوفير البيئة البناءة في مساهمتهم الفاعلة في التفاعل مع الطالب والجامعة والمجتمع وتطوير مناهج دراسية عصرية ذات أهداف تعليمية محددة تشمل أحدث ما توصلت إليه العلوم المختلفة، إضافة إلى استهداف وقبول طلاب مؤهلين طموحين لديهم الرغبة الجادة في تحقيق أهدافهم التعليمية، ومن ثم السعي لصقل قدراتهم العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة للنجاح في حياتهم العلمية والعملية. برامج الدراسات العليا بالكلية تشهد طلب متزايد في سوق غير تقليدية تحتاج إلى إبداع وابتكار وتميز. وجود عدد كبير من طالبي ومقدمي الخدمة إضافة لسهولة الحصول عليها أوجد المنافسة. كون برنامج ماجستير إدارة الأعمال هي الأكثر منافسة، سعت الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي لهذه البرامج بشطرية الطلاب والطالبات. التأكد من الجودة العالية وتحقيق رغبات سوق العمل بمواصفات عالمية كانت هي سعي الكلية الحثيث. حصولنا على مثل هذا الاعتماد يعطينا تمييزا كبيرا بين الجامعات السعودية، وحصولنا على هذا الاعتماد لا يعني توقفنا، ولكن مهمتنا تبقى دائمة في تقديم الجودة العالية والتطوير المستمر، وسوف لن نكتفي بهذا الاعتماد حيث سنسعى بتوفيق الله على الحصول على اعتمادات أكاديمية من هيئات أخرى لكافة برامج الكلية في المستقبل القريب. تعتبر هيئة الاعتماد الأكاديمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال The Association of MBAs اختصاراً أمبا، هيئة دولية مستقلة ومحايدة مقرها العاصمة البريطانية لندن. تختص الهيئة باعتماد البرامج التعليمية للدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال، وينظر إلى الهيئة على أنها معيار التميز العالمي في اعتماد برامج الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال. وقد اعتمدت الهيئة أكثر من 168 كلية في 27 دولة. تركز الهيئة على أن تكون البرامج المعتمدة تقدم على أعلى مستوى من الجودة، وتعكس الاتجاهات المتغيرة والابتكار في مجالات التعليم بتخصصات إدارة الأعمال. ويتكون المجلس الاستشاري الدولي للهيئة الذي يصادق على شهادات الاعتماد من نخبة من كبار المسؤولين والأكاديميين في الجامعات المتميزة في العالم. كما تعكس عملية الاعتماد الالتزام بتشجيع الابتكار في العملية التعليمية لمواكبة المستجدات الحديثة وتحفيز كليات إدارة الأعمال على تطوير برامجها بشكل مستمر ووفق أعلى المستويات. حرصت إدارة الكلية على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتطوير تعليم الطالبات، حيث يستلزم الاعتماد الأكاديمي أن يتحقق التوافق في جودة المخرجات التعليمية بين شطري الطلاب وشطر الطالبات. وتقوم الكلية بإجراء دراسات تطويرية بشكل دوري للتأكد من هذا الأمر، وهذا الإنجاز الكبير إنما تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الزميلات في كلية الاقتصاد والإدارة بشطر الطالبات، وأخص بالذكر هنا دكتورة إقبال الصالح المشرفة على إدارة الأعمال قسم إدارة الأعمال، ودكتورة عائشة الحسيني منسقة البرامج التنفيذية الخاصة. أهنئ الجميع وشكرا لكم. إضافة لوجود أعضاء هيئة التدريس سعوديين متميزين لهم إسهامات مقدرة في تعزيز الجودة الأكاديمية، قامت الكلية أيضا باستقطاب أعضاء هيئة التدريس لهم خبرات في العمل في جامعات عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وبريطانيا. هذا التطوير في الواقع لا يقتصر على برامج الدراسات العليا فقط، فلقد تم استحداث برنامج بكالوريوس الأعمال والذي يتم التدريس فيه باللغة الإنجليزية، حيث تم تصميم مكوناته
لتتناسب مع معايير الجودة العالمية ومتطلبات سوق العمل. قسم إدارة الأعمال هو أول قسم علمي أنشئ في جامعة الملك عبد العزيز، وأيضا أول قسم يحقق الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرامج الدراسات العليا في الجامعة. وتعتبر الكلية هي الأولى التي تحصل على اعتماد أكاديمي من هيئة أنباء على مستوى الشرق الأوسط. إن حصولنا على الاعتماد الأكاديمي أدى إلى رفع الروح المعنوية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، وجعلهم أكثر اعتزازاً وفخراً بكليتهم وطلابهم وما يقدمون من خدمات تعليمية وبحثية. برنامج MBA، برنامج متاح لكل الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس في أي تخصص، خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات بعد البكالوريوس، يهدف إلى تأهيل الملتحقين إلى اكتساب المهارات والمعارف الإدارية اللازمة لشغل مناصب إدارية قيادية. متاح للطلاب والطالبات، البرنامج الأكثر شهرة عالميا، خريجو البرنامج الأكثر طلبا من قطاع الأعمال. برنامج ماجستير إدارة الأعمال الأكاديمي MBA هو أول برنامج من نوعه في المملكة العربية السعودية. تخرج من هذا البرنامج حتى الآن 32 دفعة من الطلاب المتميزين الذين يشغلون مناصب قيادية في شركات القطاع الخاص. يفرض البرنامج للالتحاق به معايير صارمة في القبول، حيث يتم قبول الطلبة المتفوقين في أدائهم الأكاديمي خلال مرحلة البكالوريوس بكافة التخصصات، والذين اكتسبوا خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات بعد تخرجهم. الحمد لله، فأنا خريج من جامعة الملك عبد العزيز في مرحلتي البكالوريوس والماجستير. برنامج الماجستير العام، وقد استفدت كثيرا من هذا البرنامج في حياتي العملية والعلمية والتطبيقية، وهو يعتبر من البرامج القوية والمعترف بها وبشهادتها في الجامعات الخارجية. أنا فخورة جداً أني قدرت أحقق طموحاتي وأحلامي من خلال التحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز. فمن خلال شغلي قدرت أتعرف على النواحي الفنية أكثر، قدرت أحل المشكلات وأتعرف على نقاط القوة والضعف، وأتعرف على النواحي التنظيمية وأدير إدارتي بشكل أفضل. برنامج MBA، برنامج متاح لكافة خريجي البكالوريوس في أي تخصص، يتطلب خبرة إدارية لا تقل عن 5 سنوات، يسعى إلى صقل الممارسة الإدارية بالمعرفة العلمية. متاح للطلاب والطالبات، البرنامج الأكثر شهرة وشعبية في المملكة. مناسبة وقت التدريس مع ظروف عمل الملتحقين في أيام الأربعاء والخميس والجمعة. برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي يعتبر أشهر برنامج ماجستير في المملكة والأكثر تنافسية، وقد صمم لرجال وسيدات الأعمال لكي يناسب أوقات عملهم. وتفتخر جامعة الملك عبد العزيز بأن تقدم هذا البرنامج في مناطق أخرى بالمملكة مثل القصيم وحائل. وفي العام الماضي تقدم لنا أكثر من 1000 طلب للالتحاق بالبرنامج، وقد قبلنا فقط 125 طالبا وطالبة في جدة والقصيم وحائل. ويقوم بالتدريس في هذا البرنامج نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس، ممن يملكون القدرة الأكاديمية العالية والممارسة المهنية. ومنذ أن تأسس هذا البرنامج في 2003 فقد خرجنا ولله الحمد 6 دفعات، وقد اكتسب هذا البرنامج شهرة كبيرة، حيث التحق به عدد من المهندسين والأطباء الاستشاريين ومدراء الشركات وكبراء الموظفين. تشرفت بدخول البرنامج، وحقيقة الأساس في دخول البرنامج لشعوري الشخصي ووجود النقص في كثير من المهارات الإدارية والمالية. أنا تحت إدارتي 5000 موظف، استطعت بفضل الله من اكتساب عديد من المهارات من هذا البرنامج، وكثير من النظريات التي درستها والأبحاث اللي عملتها بالبرنامج كانت في استفادة قوية من خلال التطبيق في ممارستي العملي. الخطط المبنية في إدارتي في العمل والمشا اللي أعمل فيها كانت تقريبا تماثل العديد من النظريات والمناهج اللي درستها من خلال البرنامج.
الحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى توفقت في النجاح في خطط 2010 و 2009 وخاصة في الربع الثالث والربع الرابع. كان بفضل الله سبحانه وتعالى التركيز واستفادتي في الفاينانشال مودلز اللي درسته في البرنامج، وكان تطبيقي لبعض الأبحاث في إدارات الإنتاج والاقتصاد الإداري، ودراستي للموارد البشرية والاستراتيجية والتسويق كان لها قوة في المونيتورينج والتحكم في عمليات الإنتاج من خلال المنشأة التي أعمل فيها. تخرجي من كلية الزراعة في جامعة الملك سعود في الرياض، وأنا مندرج في مجال الاستزراع المائي، وأدير الآن بفضل الله من أكبر شركات الاستزراع المائي في العالم. خبراتي الإدارية خلال السنوات الطويلة هذه كانت عملية وبالاحتكاك وبالممارسة، وكنت دائما أحس داخلي أني الجانب الأكاديمي في الدراسة غير مكتمل. الناحية العملية تطغي على النظرية وعلى الدراسة. من محاصر الصدفة الحمد لله قبل حوالي 4 سنوات اطلعت على برنامج الماجستير التنفيذي في جامعة الملك عبدالعزيز، والذي كان معد بطريقة تتناسب مع ظروف مدراء الشركات والرؤساء التنفيذيين اللي ظروفهم ما تسمح لهم بالاندراج اليومي والعملي في الدراسة. الحمد لله اشتركت في البرنامج، وخلال فترة سنتين اطلعت على كثير من النظريات الإدارية وطعمت الخبرة العملية اللي كانت عندي، والبرنامج من فضل الله يعني أعتقد أضاف إضافة جيدة لي وفي خبراتي وفي أسلوب إدارة في العمل، ونتمنى إن شاء الله أن يستمروا في النجاح وتخريج كثير من رجال الأعمال بما يتناسب مع حاجاتهم الإدارية. أنا فخورة بانضمامي لبرنامج الماجستير التنفيذي قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز. وجدت البيئة الملائمة للتعليم من أساتذة ودكاترة ذو كفاءة عالية، وأحرص على استثمار كل ما تعلمته من تطوير الفكر الإداري وصقل الخبرات وتطبيقها في مجال العمل. Greetings from the Association of MBAs. My name is Professor Martin Jones, and I had the great honor of chairing the visiting panel that came to FEA and King Abdulaziz University. It's no surprise to me that you've gathered today such a glittering array of supporters from the private and public sectors. Yours is the first Association of MBA universities to be accredited in the region, and I believe it'll be a great beacon and benchmarks of excellence for the region, for you have very much to contribute to global business management education. We found all the academic staff fully committed to an ambitious and world-class faculty. And we believe that your excellent facilities, the liveliness of your students, and your well-informed academic staff will give you a great foundation from which to proceed to internationalise your curriculum and your research. I would exceptionally like to make a personal comment. I have chaired over 60 such events all over the world. And amongst your senior management team, I found some to be amongst the best I have ever encountered. You have in them a great asset that will take your faculty and school forward into the international educational arena. Whilst we were amongst you, we enjoyed very warm hospitality, and we came as strangers and we left as friends. I do hope you have a most memorable celebration. I only wish I could have joined you, but it was a first-class visit, and you have a faculty that you should be truly proud of. Thank you. يا رب يا كريم يا بارق الفجر ومجري السحاب، يا رب رزقك يا عظيم من بحر العلوم والاعتماد،
اعتماد أكاديمي جديد يا كريم. إيش صار معاك يا هندسة؟ أبشرك يا صديقي، أنا صرت معتمد أكيد، وبرامجي كلها في المفيد، وصيدي ورزقي وفير. لا تنسوني أنا المجتمعي، أنا اعتمادي أساسي، وكمان معايا الصياد الهمام، عالم الأرض صاد الاعتماد تمام. طمني يا طبيب، إيش وضع البحر معاك؟ إحنا الأطباء صيادين ما ينخاف علينا، في بحر الاعتماد سباحين ورا اللولو غطاسين. الحمد لله رزق البحر واسع والكل مجتهد نصيب، ربنا أكرمنا بالاعتماد لأجل ما نبني جيل ورا جيل. بس طمني يا إدارة، إيش صار في صيدك؟ يا عالم العلوم، أنا الإداري، أنا الاقتصادي، أكيد معتمد، وبتوجيه قبطاننا الأسامة مستمر وإلى الأمام منطلق. يا عيالي، أنتم الفجر الجديد للعلوم، أنتم الحلم لكل طالب صيد المعرفة والمستقبل. أنا أثق فيكم، والبحر يهاب حضوركم. توكلوا على الله واطلبوا العلم في كل محيط، لا تتهاونوا ولا تتأخروا. وكلنا اليوم فخورين بالصياد الإداري اللي صاد من بحر الاعتماد أهم اعتماد أكاديمي، والخير جاي. الإداري عنده اعتمادات جديدة حتكون مسك الختام لطريق مليان باعتمادات جديدة لكل أخوانكم وأخواتكم. يا قبطاننا الأسامة، إحنا كلنا جند مجندة تحت دفتك وقيادتك، وكلنا حب وأمل لبكرة، وعميدنا له في حب الكلية حكاية يقولها عن كل صياد في كلية الإدارة والاقتصاد. قريبة هي كجارة للعقل، إذا ما دعاها الفكر مع كل خاطرة تطرأ. حميمة هي كفنار شامخ يضيء الطريق للسفن ويقودها إلى المرفأ. جميلة هي كحورية تسلب العقول بحسنها، وبحبها القلب يحيا ويهنأ. فريدة هي كماسة نادرة بلونها ونقائها، بين الماسات تشع وتتلألأ. شامخة هي كجبل يجتذب السحب لتغيث طالب السقيا فلا يظمأ. عظيمة هي كشمس لا تغيب، كيف للكون من دونها أن يضاء ويدفأ. كليتنا القريبة الحميمة الجميلة الفريدة الشامخة العظيمة، نحتفل بها وهي تحتفل. لهفت شراع وبوصلة ونجوم في شوق العروس، احساس محد يوصله لان المهر عزمة نفوس. لهفت شراع وبوصلة ونجوم في شوق العروس، احساس يوصله لأن المهارة عزمة نفوس. جينا عزوم جامحة، جينا مجاديف وهدف، جينا إرادة جامعة درة يغنيها الصدف. جينا عزوم جامحة، جينا مجاديف
دره يغنيها الصدف. قالوا بحر قلنا البحر، قلنا البحر بيده يذوب. قالوا خطر قلنا الخطر، قلنا الخطر عنده يتوب. قالوا بحر قلنا البحر، قلنا البحر بيده يذوب. قالوا خطر قلنا الخطر، قلنا الخطر عنده يتوب. بحار عزمه ما يحد، ما خاف من جزر ومد. إن شدت الأمواج شد، شدت ولد عزمه شرف. جينا وصلوا من جامحة، جينا مجاهد وهدف. جينا إرادة جامعة، وهيبا فيها الصدف. جينا عزوم جامحة، جينا مجاديف وهدف. جينا إرادة جامعة، دره يغنيها الصدف. يا بحر يا بحر حنا اقتصاد، حنا نجحنا يا بحر والنجاحات اجتهاد. حنا الإدارة يا بحر يا بحر حنا اقتصاد، حنا نجحنا يا بحر والنجاحات اجتهاد. جينا مجاديف وهدف، جينا إرادة جامعة، وطهيبا فيها الصدف. جينا عزوم جامحة، جينا مجاديف وهدف. جينا إرادة جامعة، دره يغنيها الصدف. عين ثالث شهادات اعتماد، عيد ثالثهم شهادات اعتماد، شهادات اعتماد. يا أيها الحفل الكريم، طريقنا للعز والمجد التليد طويل، جزناه في وقت تقاصر دوننا حتى كأن وجيفنا تذميل. لم نخش وعثاء الطريق، ولم يكن فينا جبان راعه التهويل، حتى بلغنا ذروة المجد التي عزت وكان وعودها التأميل. واليوم في هذا المكان بداية، هي في جميل عهودنا تجميل. راعي حفلنا البهيج صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، نستأذنكم يا صاحب السمو في أن تتفضلوا في تكريم رعاة الحفل. الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية سدك القابضة، ويستلمه سعادة الأستاذ الدكتور عدنان بن عبد الفتاح صوفي الرئيس التنفيذي لسدك القابضة.
مركز الخليج للأبحاث، ويستلمه نيابة عن سعادة الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس المركز الأستاذ فهد بن سعيد بن صقر. البنك الأهلي، ويستلمه سعادة الأستاذ سمير كعكي المدير الإقليمي للبنك الأهلي. مجموعة باناج القابضة، ويستلمه سعادة المهندس نبيل هاشم خير الله مدير توظيف باناج القابضة. مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، ويستلمه سعادة الأستاذ عبد الله الحسون مدير العلاقات العامة بجريدة عكاظ. يتفضل الدكتور عبد الله رشاد بالسلام على صاحب السمو. أما الآن فتتشرف كلية الاقتصاد والإدارة بتقديم هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، يقدمها معالي مدير الجامعة. كما تتشرف الكلية بتقديم خاتم كلية الاقتصاد والإدارة لصاحب السمو، يقدمه معالي مدير الجامعة. شكرا لكم يا صاحب السمو. أيها الحفل الكريم، شرفتم حفلنا بكريم حضوركم، وزينتم فرحتنا بجميل مشاركتكم. ننتظر تشريفكم في ذات المكان في العام المقبل بإذن الله مع إنجازات جديدة. هذا ما نعد به ونعد له، والله المستعان. نودعكم بمثل ما استقبلناكم به، حب ووفاء، وإلى لقاء. السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لمركز الإنتاج الإعلامي بجامعة المؤسس. شكر خاص لسعادة المشرف على المركز الدكتور عاطف نصيف، وشكر أيضا لكل الأخوان من فنيين ومصورين ومقدمين لما يبذلون من جهود في تغطية كافة أحداث الجامعة
بشكل عام وأحداث كلية الاقتصاد والإدارة بشكل خاص. اللهم لك الحمد. هذا ختام مسك لعام مليء بالأعمال والأنشطة والإنجازات. كنا من 4 أيام نفتتح فعاليات الأنشطة اللي عقدت في رحاب جامعة المؤسس ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وبعدها افتتحنا معرض في مركز تجاري، واليوم اللهم لك الحمد ملتقى الخريجين والخريجات، وتم بتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وهو الحقيقة الإنجاز الحقيقي اللي تسعد وتفخر فيه جامعة المؤسس اليوم. اللهم لك الحمد. كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم الدعم غير المحدود اللي تجده الكلية من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب شخصيا، وأصحاب السعادة الوكلاء، وأيضا المساندة القوية من كل زملائي عمداء الكليات والعمادات المساندة والمشرفين على الوحدات المختلفة في الجامعة. وبدون شك أبناء وبنات كلية الاقتصاد والإدارة وروحهم الجماعية وتفانيهم في عمل كل ما من شأنه رفعة الجودة التعليمية في كليتهم، فالحمد والشكر رب العالمين. اللهم لك الحمد. أنا يعني يمكن في نهاية هذا الحفل يمكن أعجز عن التعبير عن ما أكتنزه من مشاعر سعادة في هذا اليوم وهذا المساء البهيج. أختتم بالشكر لكم مرة أخرى. حن الإدارة يا بحر يا بحر، حن اقتصاد، حن نجحنا يا بحر والنجاحات اجتهاد. جيلة وصول الجامعة، جيلة مجاديف وهدف، جيلة برادة جامعة وقريبا فيها الصدى. جينا عزوم جامعة، جينا مجاديف وهدف، جينا إرادة جامعة دره يغنيها الصدى. هيا ثالث شهادة اعتماد، عيد ثالث هم شهادة اعتماد، هيا ثالث شهادة اعتماد. قبطاننا الأسامة، احنا كلنا جند مجندة تحت دفتك وقيادتك، وكلنا حب وأمل لبكرة، وعميدنا له في حب الكلية حكاية يقولها عن كل صياد في كلية الإدارة والاقتصاد. قريبة هي كجارة للعقل، إذا ما دعاها الفكر مع كل خاضرة تطرأ. حميمة هي كفنار شامخ يضيء الطريق للسفن ويقودها إلى المرفأ. جميلة هي كحورية تسلب العقول بحسنها، وبحبها القلب يحيا ويهنأ. فريدة هي كماسة نادرة بلونها ونقائها، بين الماسات تشع وتتلألأ. شامخة هي كجبل يجتذب السحب لتغيث طالب السقيا فلا يظمأ. عظيمة هي كشمس لا تغيب، كيف للكون من دونها أن يضاء ويدفأ. كليتنا القريبة الحميمة الجميلة الفريدة الشامخة العظيمة، نحتفل بها وهي تحتفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لمركز الإنتاج الإعلامي بجامعة المؤسس. شكر خاص لسعادة المشرف على المركز الدكتور عاطف نصيف، وشكر أيضا لكل الأخوان من فنيين ومصورين ومقدمين لما يبذلون من جهود في تغطية كافة أحداث الجامعة بشكل عام وأحداث كلية الاقتصاد والإدارة بشكل خاص. اللهم لك الحمد. هذا ختام مسك لعام مليء بالأعمال والأنشطة والإنجازات. كنا من 4 أيام نفتتح فعاليات الأنشطة اللي عقدت في رحاب جامعة المؤسس ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة،
وبعدها افتتحنا معرض في مركز تجاري، واليوم اللهم لك الحمد ملتقى الخريجين والخريجات، وتم بتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وهو الحقيقة الإنجاز الحقيقي اللي تسعد وتفخر فيه جامعة مؤسس اليوم. اللهم لك الحمد، كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم الدعم غير المحدود اللي تجده الكلية من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب شخصيا، وأصحاب السعادة الوكلاء، وأيضا المساندة القوية من كل زملائي عمداء الكليات والعمادات المساندة والمشرفين على الوحدات المختلفة في الجامعة. وبدون شك أبناء وبنات كلية الاقتصاد والإدارة وروحهم الجماعية وتفانيهم في عمل كل ما من شأنه رفعة الجودة التعليمية في كليتهم، فالحمد والشكر رب العالمين، اللهم لك الحمد. أنا يعني يمكن في نهاية هذا الحفل يمكن أعجز عن التعبير عن ما أكتنز من مشاعر سعادة في هذا اليوم وهذا المساء البهيج. أختتم بالشكر لكم مرة أخرى.